السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مداومة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. خوتي راجاني منتوج وصوناولي لصحاب المكتب البريد الجزائر، ربي يحفظهم إن شاء الله. دوك نروح لابوست ونجيبو المنتوج ونوريلكم المنتوج في لابوست كيفاش رانا المنتوج. خوتي ما تنهوش بعيد نرجع لكم. خوتي رانا لحقنا لابوست باش نجيبو المنتوج من لابوست. خوتي دوك ندخلو. خوتي هذا هو المنتوج من عبد لابوست، ربي يحفظ عبد اللطيف تجاني. الله يحفظك. هذا هو خوتي المنتوج. دوك نروحو للدار نفتحوه ونشوفو واش كاين الكولي هنايا. خوتي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس يصلك كل جديد. اللي عنده أي منتوج كذلك ولا حاس يدوموندي تواصل معنا. ربي يحفظ المدير نتاع لابوست تاع الماضي عبد الله، الله يحفظه إن شاء الله، وجميع العمال اللي يخدموا في لابوست. المهم اللي عنده أي إكسسوار ولا عنده أي مشكلة يتواصل معنا نضمو دورو اي منتوج. وكذلك عندنا اورو تاع بايسيرا تاع وايز حتى الدولار تاع البيبل تاع الباينس اللي حاب يشري يتواصل معنا. حتى دين تحويلات الاموال جميع الدول في العالم. المهم اللي عنده اي استفسار حاس يدوموندي يتواصل معنا. والسلام عليكم.